فلسطين الأمل، من الطفولة إلى البطولة، شعار تظاهرة الأقصى التي نظمتها جمعية الإرشاد والإصلاح بجيجل، وقفة مع الطفل الفلسطيني وغرس للقضية في نفوس الأجيال. قضيتنا جمعاء، نريد أن نغرس نحن كجمعية الإرشاد والإصلاح هذه القضية في جميع بيوت الجزائريين والجزائريات. طبعة سادسة، وكان الطفل هو الشعار لأنه أمل الغد. ارتأينا من خلال هذه التظاهرة أن نغرس في أذهان الأطفال هذه القضية، بما أن الطفل هو أمل هذه الأمة. نشاطات فنية ومحاضرات ومعارض، وكانت فلسطين حاضرة بعلمها وأملها وعلى لسان الأطفال. قضية أمة فلسطين، فما أحلاها حين تردد على لسان الأطفال.